فضيلة الشيخ، استمعت لأحد الدعاة وهو يقول في أحد محاضراته: إذا رأيت متبرجة فابصق في وجهها وقل لها يا عدوة الله، فما رأيكم في هذا القول، وخاصة أنها مسجلة وهي تنشر في أوساط الكثير؟ هذا ليس من الدعوة إلى الله عز وجل، هذا من العنف الذي لا يجوز. إذا رأيت سافرة فقل هداك الله، عفى الله عنك، هذا لا يجوز. كلمها بالكلام الطيب، الكلام الذي يدخل إلى قلبها، أما أنك تقابلها بالعنف والقسوة. الله جل وعلا يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا يجوز العنف في الدعوة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا يولد شرا ويحمل المرأة وغيرها على المعاندة أو المقابلة بما هو أسوأ. فعليك على هذا القائل أنه يعدل كلامه، وأنه لا يقول مثل هذا الكلام، وليس هذا من مناهج الدعوة. الله جل وعلا يقول لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا من باب التأليف ومن باب جلب القلوب إلى الخير وعدم تنفيرها. الله لما أرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى أكفر أهل الأرض وهو فرعون الذي ادعى الربوبية، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا كان هذا مع فرعون فكيف بغيره من عصاة المسلمين؟ لا يجوز مثل هذا. نعم.